يا رمالي بيرام من يالة الموريتانيين يعرفوا حقيقته. قرماني نقول له كلمة خاسرة ولا نوشوشني علي حد ولا يقعد حد مولي يقول انه كارين علي نهاجم بيرام ولا يتم بيرام لا راجم الحراطين كبير نحترموه وقيادي يا غير بيرامك تاجر بيرامك انسان يضل فتنة من واجب الموريتانيين هم يعرفوا. أنا اللي جنبيني مع بيرام فد قلت لكم تريك موريتانيين في الزويرات بتطو البط الشين وترفنت البيرام وتخلى عنه. ما جا مشكلتي مع بيرام ما كانت رفضة ولا قد طلبته قاية عدل هالي وفوكالات بيرام مازالوا عندي هون يشكرني فيهم ويزن عليا ونعرف انه الصبح قد يعيبني. المهم لا نبدو اول شيء نختار نقول لكم خالق حساب ينقالوا الفكر السليم ذاك الحساب مولاه ذاك منادم اللي درت لكم علي الصفحه هو حساب الفكر السليم ضابط صف من الجيش الوطني ضابط صف من الجيش الوطني وهو شوفير ليلى وشوفير بيرام وهو الحساب اللي يكتب منه بيرام انه يعود لا يهاجم عابدين والمرزوق والله ابراهيم والرمضان والله موسى مخيطرات والله لا يهاجم حد يسلو منه يبقي بيرام يهاجم وما يبقي يقول ذاك اللي يقول هو ذاك الحساب ذاك الراشد ذاك الفنان وضابط صف من الجيش الوطني ويشتغل مع المخابرات الموريتانيه وجاء اصلا بيرام هارب وفات وتركت إراء عدلوا عنه تقارير وقالوا هذا بيرام غير بيرام عنده فيه هم واخر مولي ذاك مولي الحساب هو اللي هاجمكم واخطر من حساب ليلة الجكاني واخطر من اي حساب مستعار مولاه فيه ضرر للمسلمين. تمام بالنسبه لهذه التجاره اللي عند صنباقاجو هذه تجاره ليلى زوجة بيرام شيم الفضل قط يجمع هون جمعوه موريتانيين متبرعين به الحراطين في موريتان وحازت ليلى وشريت به التجارة وشريت به دانتفريس وشريت به الدهين وشريت به عبياجات وصعب قاجو هذا راعي موجود في نيويورك عاد يبقي عاد كذب يشكي مني ترانزيتير نجاهد الدبش حكمه قال ما هو مشي وتلفن له بيرام الداع بيد بانه علاش ما يمشي الدبش قالوا بان هذا الدبش انه دبش فضلت الحراطين ومازال حاكم حملة 2019 وهون على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية انجمعت البيرام الداع بيد 80,000 دولار ده هو الرقم اللي يجمع هذا ما كنت نقوله فرض علي نقوله 80,000 دولار ومشات للحملة مع رجاج معروف 80,000 دولار ولا وجهت للحملة هذا بدون ذيك 250 مليون لطا محمد أبو عماته وبدون الفضة اللي اعطاه رجال أعمال آخرين